إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن المسلمين اليوم مع كثرة عددهم إذ يجاوزون المليار والنصف، قد اتسم تدينهم في غالبهم وعامتهم بنوع انحراف في التعامل مع جانبي الخوف والرجاء. فأكثر المسلمين اليوم صادقون في إسلامهم وصادقون في أصل محبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع الأسف كثير منهم قد غلب جانب الرجاء في رحمة الله ومغفرته وعفوه، فأوقعه هذا التغليب في أمر خطير، وهو الأمن من مكر الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول كما في سورة الأعراف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المسلمون اليوم، وهذا هو التدين الذي تريده الأمم الغربية مع الأسف، كيقول لك راه الله عز وجل غفور رحيم والإيمان في القلب والعلاقة بين الإنسان وربه تبقى بينه وبين الله، لا يطلع عليها أحد ولا يعرفها أحد، ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيها، ولا يمكن أن نستدل عليها بالأعمال والعبادات. يقول هذا تاجر الخمور والمرابي والزاني وآكل أموال الناس بالباطل والراقصة الفاتنة المفسدة، كل شيء يقول لك راه العلاقة بيني وبين الله شي حاجة ما نقدرش نوصفها لك، واخا أنا هبطها كبيرة. هاد العلاقة اللي بينك وبين الله وما كتمثلش في العمل، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عطانا القاعدة، قال: ألا إن في الجسد مضغة، القلب اللي كتكون الإيمان في القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ملي كنت نقع في نوع من التهاون بالفرائض كالصلاة والزكاة والصلة وما إلى ذلك، ونجترئ على المحرمات، خذ أي محرم شئت، زنا وربا ونظر إلى المحرمات وتضييع للصلوات وغير ذلك، هذا راه تمثل وانعكاس مباشر وتمثل حقيقة
حقيقي لحالة القلب، راه القلب كيتصرف في الأعضاء. أما منطق الجمعة نصليو الجمعة والسبت نمشيو للبار، فهذا منطق الغافلين عن الله الآمنين من مكر الله الذين لا يعظمون الله حق التعظيم ولا يهابونه حق الهيبة ولا يخافونه حق الخوف ولا يخشونه حق الخشية. وقد أخذوا شطر الحقيقة وأسقطوا شطره الآخر. أما الشطر الأول فهو أن الله غفور رحيم، وأما الشطر الثاني فأن عذابه عذاب أليم. ألم يقل الله عز وجل في سورة الحجر: نبئ عبادي يا محمد صلى الله عليه وسلم، الخطاب له، نبئ عبادي، قل لعباد ديولي أني أنا الغفور الرحيم. ولم يقف سبحانه وتعالى هنا، وإنما عطف عليها شطرا لحقيقة، والشطر الثاني مغيب من أذهاننا، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلماذا نضخم حقيقة أن الله غفور رحيم ونصغر ونحجم أن عذاب الله عذاب أليم؟ إذا ما أردت يا عبد الله أن تتعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فلا بد أن تتعامل معها بشمول، ولا تأخذ أسماء الرحمة والمغفرة والعفو والإكرام وتنسى أنه الجبار، أنه المنتقم، أن عذابه عذاب أليم. ما تاخذش غير الحقيقة، فإن إسلامنا وديننا وأديان الأنبياء من قبل قوامها جميعا على الأوامر والنواهي، والإنسان أو المسلم عليه أن يأتي بالأوامر ويجتنب النواهي طمعا في رحمة الله ومغفرته وعفوه وكرمه. عارفين العمل ديالك ما غادي يدير لك والو، ما يبرد لك حتى سنتيمتر واحد في الجنة، ولكن راهو كانت تسمى راك مطيع، ما تبانش قدام ربك سبحانه وتعالى ما فيك خير، على الأقل بادر. هذا الشيء اللي يعني اللي كنديروا من أعمال كله ما يخلص لك سنيعة من الدنيا فضلا عن الجنة، لكن راهو كان. فإن العمل لا يدخل الجنة، ولكن الله عز وجل إذا نظر إلى عبده فوجده طائعا منكسرا خاضعا خائفا وجلا، فإنه يدخله الجنة ويعيده من النار. فالأنبياء كانوا يعبدون الله عز وجل طمعا في جنته وخوفا من عذابه، والغافلون دائما يأمنون من مكر الله. الصالحون يقولون يوم القيامة كما حكى الله عنهم في الجنة، يذكرون حالهم في الدنيا، قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كنا خايفين في الدنيا، فإن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوف، من خاف في الدنيا أمن يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا خاف يوم القيامة. قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين، خايفين، تعرضنا للخمر وما شربناش خوفا من الله، تعرضت عنا الربا وبقينا في ديور الكرة وما مشيناش لها خوفا من الله، تعرضت عنا الزنا وخفنا من الله وصلنا أعراض المسلمين،
صارت عندنا الرشاوي وما خديناهاش خوفا من الله، وتعرض لك الفتن كلها وكتبقى ديما خايف. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن، ومن هي المعاصي الشبهات من المعاصي، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. كل نهار كتدوز قدامك الفتن، نسأل الله السلامة والعافية، صغيرها وكبيرها، كل نهار كتدوز امتحانات يوميا، امتحان ديال الظلم، الطغيان، أكل أموال الناس بالباطل، النظر للمحرم، الزنا، الغيبة، النميمة، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، ظلم الزوجة، احتقار الزوجة، وانتقل، امتحانات يومية. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا. جو ترجع. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، اللي كيبقى الانسان يشرب في الفتن والمعاصي اللي جات ما كيعزلش، كاع الذنب اللي جا كيتلاقى معاه، جا الرشوه ياخذ، جا الدين ياخذ، ما يردش، جا الحرام ياخذ، ما عنده كسر. وكيقول لك انا راني راجل مزيان، اعظم مصيبه تقول راني راجل مزيان، تحسن الظن براسك، تحسن الظن براسك. يا راه الصالحين ما كيقولوش حنا مزيان. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان مسجل على فراش الموت، فدخل عليه عبد الله بن عباس فبدأ يثني عليه، فقال دعني يا ابن أخي، فوالله لوددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. ده عمر مضرب الأمثال العدل، لما عمر يضرب مضرب الأمثال في الأمة في العدل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ومع ذلك يقول لي بغيت نخرج غير ميزان، غير دايت لا لي ولا علي. وسيدنا الصديق صاحب رسول الله الذي ذكره القرآن وحده بالصحبة أفضل البشر بعد الأنبياء، يقول فيه النبي عليه السلام أبو بكر في الجنة، أبو بكر في الجنة، ويقول عنه القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد، يد هي النعمة، إلا وقد كافأناه بها في الدنيا، إلا أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة. كأن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر عجزه، وما هو بعاجز، عن أن يرد الجميل لأبي بكر، ويكفيه شرفا أو يكفيه يدا أنه سبب لإخراج أبي بكر من الظلمات إلى النور. ما بالصديق من نعمة إلا هي بفضل الله ثم بفضل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر، وكان الصحابة لا يقدمون عليه أحدا أبدا لمعرفتهم بمكانته في قلب رسول الله. فقد سئل النبي من أحب الناس إليك، قال عائشة، قالوا من الرجال، قال أبوها رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك يا أيها المرابي ويا أيها الزاني ويا أيها المرتشي ويا شارب الخمر ويا قاطع الصلاة، يا من تحسن الظن بربك بنفسك عفوا وتأمن من مكر ربك، مع ذلك قال الصديق لو وضعت قدما في الجنة ما أمنت مكر الله، لو وضعت قدما في الجنة ما أمنت مكر الله.
لهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: الكافر والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. كيدير العظائم والمصائب والجرائم كتقول يا فلان ما خفتيش الله، كيقول لك ودير الله ساعة ولد الله يسمح لنا. هذا هو المنافق او الكافر او الفاجر يرى ذنوبه كل ما شي دبانه جات فوق النفوذ الله كومشات. والمؤمن يرى ذنوبه كجبل جلس تحته يخاف ان يسقط عليه. هذا هو المؤمن، ولكن يخاف من ذنوبه. وخوف الذنوب يبعدك على محاسبه نفسك والندم والتوبه. اما تبقى تقول ترى الله انا بعدا مسلم، انا بعدا مسلم، راه واخا نشرب الخمر واخا نزني واخا ندير واخا ندير واخا ندير، راه الله كيغفر الذنوب. باش عرفتي غتكون دوك اللي غيغفر لهم الله عز وجل، وما تكونش من دوك اللي غادي يعذبهم الله عز وجل. الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه ورحمه كان يقول: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف. المؤمن يقول يعمل بالطاعات وهو مشفق خائف وجل، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان يقول كما في الصحيح من حديث أنس: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أقول ما تسمعون، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الخوف من الله يبعث على إحسان العمل وإحسان العلاقة مع الله. روى الإمام الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. شحال واحد كيتسحب الجنة سهلو اللي وين يدخل؟ نسأل الله أن يدخل الجنة برحمته، لكن الله عز وجل بغى منك العمل، بغى منك العمل. خاصك تكون في برنامجك اليومي كدير الجنة والنار قدامك، في برنامجك اليومي، في عملك، في صلاتك، في علاقاتك مع من هم معك أو فوقك أو دونك، ديما كتحط الجنة والنار قدامك. وروى الإمام الحاكم عن بهز بن حكيم قال: أمنا زرارة بن أوفى رضي الله عنه في مسجد بني قشير فقرأ المدثر، فلما بلغ فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور، قال: خر ميتا. هذا آية وحدة زعزعات ومات. حنا تقرأ السلكة كلها على عباد الله إلا من رحم الله، وما يتأثرش ما يتأثرش. نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا. فنحتاج أن نعظم محارم الله بسبب الخوف من الله، وأن لا نأمن مكر الله. ويكفي أن تعلم يا عبد الله أن النعمان بن بشير رضي الله عنه يروي عن رسول الله أنه قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. هذا أقلهم، يعني أقل درجة في جهنم، كتحط لي جمرة في قدميه كيغلي منها الدماغ دياله. نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. فكيف بمن هو شر منه ويعني أسوأ منه؟ نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا. مثل هذه المواعظ ليس المقصود منها أن نذرف شيئا من الدموع
ونتأثر ونخشع ثم نعود إلى ما كنا عليه من المعاصي. هي تذكرة وإيقاظ للغافلين لمراجعة حسابهم مع الله. ومثل هذه الخطب وهذه الكلمات هي ولا شك حجة على القائل والسامع أن يعلم أنه موقوف بين يدي الله ومحاسب على كل كلمة خير وموعظة حق ونذير صدق سمعه أو قال. راجع علاقتك مع الله وراجع علاقتك مع الذنوب والمعاصي ومع الأوامر، كيف أنت مع الأوامر وكيف أنت مع النواهي، ففيهما التمثل والانعكاس الحقيقي بعظمة الله في قلبك ومحبة الله في قلبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل من ادعى صدق الاستقامة وصحة الإسلام وصدق الإيمان وصدق المحبة لله ولرسوله فهو كاذب إلا أن يدلي بهذه الحجة وهي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. اللهم فرج هم كل ذي هم، ونفس كرب كل ذي كرب. اللهم اقض دين كل مدين مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم يا رب العالمين. اللهم اصلح المسلمين وحكامهم يا رب العالمين، وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين. اللهم وفقه لكل خير وهدى وصلاح، وأعنه عليه، واجعل سعيه في خدمة البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أقر عينه بولي عهده وبسروه وبسائر أفراد أسرته وشعبه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح شبابنا، أبناءنا، بناتنا، زوجاتنا. اللهم أصلح شؤون مجتمعنا يا رب العالمين. اللهم من ابتلي ببلية من زنا أو شرب خمر أو تدخين أو علاقات محرمة أو أخذ رشوة أو أكل مال حرام، اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه وطهره يا رب، وباعد بينه وبين الذنوب والمعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.